الاستشارات الاسريه هي احد الانشطه الموجوده في الاداره العامه لشؤون تنميه الاسره بوزاره التضامن الاجتماعي. المكاتب دي منشاه من الثمانينات او من السبعينات كمان، بس للاسف هي يعني كان ليها دور كبير جدا في المجتمع، لكن بدا دورها يتقلص شويه بعد انشاء محاكم الاسره. فابتدت الاسره تتوجه على طول للمحكمه وتتوجه على طول لمكاتب فض المنازعات في المحكمه، بالتالي ابتدى ما بقاش في نوع من انواع ان هو يبدا ان هو يلجا الاول للجانب الاجتماعي ويبدا ان هو يحل المشكله بطريقه وديه الاول قبل ما يلجا للمحكمه. فصراحه احنا بدانا نفعل دور المكاتب. احنا مكاتب التوجيه والاشارات الاسريه موزعه على كل محافظات الجمهوريه. حاليا المفعل عندنا عدد 78 مكتب بيقوم بكل الدور الخاص بيه تجاه الاسره، سواء كانت حل مشكلات اجتماعيه، قانونية، نفسية، دينية، كل المشكلات بقى. وبعدين خلي بال حضرتك ان احنا كمان بنتعامل مع كل افراد الاسرة، يعني سواء كان زوج، زوجة، اولاد عندهم اي تأخر دراسي، اسر المقبلين على الزواج، الاسر اللي هم عندهم مشاكل في سنة اولى زواج، الاسر اللي عندهم اللي هم اسر المتعافين من الادمان. يعني اتكلمنا عن الدور الوقائي، هي بتقوم بمجموعه من الندوات الخاصه بالتربيه الايجابيه، سواء كان الاسر اللي عندهم اطفال من سن 0 لسن 18 سنه، ازاي تنشئهم تنشئه اجتماعيه سليمه، ازاي تتعامل معاهم خصوصا في مراحل الطفوله المبكره، سواء كانت او سواء الطفوله اللي هي خاصه في المدرسه في المرحله الاولى في المدرسه، سواء كان كمان في المرحله اللي هي مرحله المراهقه اللي هي سن 18 سنه. فبنبدا نتعامل معاهم مع كل خصائص من خصائص الطفل دوت، نبدا نتعامل معاه من كل المشاكل اللي بتواجهه. احنا السنه دي يعني في خلال 23 استقبلنا حوالي 17000 اسره، يعني فعلا تم تقديم كل انواع الدعم اليوم، بالاضافه كمان لحاجه احنا كمان بنعملها احاله للجهات المختصه. مثلا عندنا عنف اسري او عنف زوجه جايه معنفه وجايه معنفه من زوجها، فبنبدا نوجهها لمراكز استضافه وتوجيه المراه المعنفه او المعرضه للعنف، وبتبدا فعلا يتعاملوا معاها ان هم يستقبلوا الحاله من ويستقبلوا لو هي جايه باسرتها او جايه باولادها او اي تدخلات ليها بيتم من خلال المكاتب. المكاتب دي فعلا ليها دور كبير جدا في الاسره، من خلال ان احنا بنقدم لهم زي ما قلت لحضرتك الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني والديني، من خلال بقى فريق عمل متكامل في المكتب.